سويس جبس مصر قفل صفحة قفلة، والله ما اعرف حاجة. جبس مصر قفل صفحته واعتزل السوشيال ميديا وما بقاش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه، وده بسبب تعليقات الناس ليه بعد رحيل أخوه، واللي شايفين إنه بيتاجر برحيله وبيستعطف الناس وبيستغل حزنه للترند، لكن الواقع غير كده خالص. السويسي يكشف مفاجأة عن جبس مصر وإيه اللي حصل معاه وخلاه يسيب الجمل بما حمل، أما اللي قالته أم سليم فكان مفاجأة. جبس مصر قال من فترة: أنا دايماً بحاول أراضي جمهوري وكل الناس اللي وقفت جنبي، وبرد على كل تعليقات الناس، ووقعت للأسف في نفس المشكلة دلوقتي، وقدامي حلين: يا إما أسكت واختفي من السوشيال ميديا خالص، أو إني أطلع واتكلم وأقول اللي أنا عايزه وأقفل الكومنتات. وشايف إن اللي اتكسر ما بيتصلحش، وقال: أنا اتهديت وانتهيت. كان دايما يظهر يتكلم وكله طاقة إيجابية وبصوت يرن وعالي، لكن دلوقتي اتغير خالص وبقى قليل جدا لما يظهر على حسابه أو مع أم سليم، ولو ظهر بيظهر وهو منهار والدموع على خده وصوته منهار وبيتكلم كلام محدش فاهمه غيره هو بس. ومن كام ساعة كده حد من المتابعين بعت يسأل السويسي، بما انه كان شاهد على قصة رحيل أخو جبس مصر من البداية ومن أوائل الناس اللي وقفت جنبه وساعدوه علشان يعرف أي أخبار عن أخوه اللي البحر بلعه على الحدود التونسية في طريقه لإيطاليا. المتابع ده قال: يا سويسي، جبس مصر قفل حساباته على السوشيال ميديا. فطبعاً السويسي اتفاجئ لأنه ما يعرفش إن قفل صفحته، ولكن هو ما استغربش وقال إن ده طبيعي يكون رد فعله بسبب اللي شافه من الجمهور وكلام الناس اللي أثر عليه وعلى نفسيته، وقال ما صدقوا حاجة حصلت ومسكوا فيها، وقالوا ده طالع يعمل ترند على رحيل أخوه وبيستغله، وفي اللي قال إن إسلام طلع عايش وإن ده مقلب من مقالب جبس مصر في الجمهور. يا جدعان سيبوه في حاله وقولوا على أخوه الله يرحمه، ده منظر واحد بيعمل مقالب، في واحد مكتئب ونفسيته كده في حيل يعمل مقالب في حد، خفوا عليه لأنه تعبان، وإسلام ما طلعش من البحر لسه، وأكيد لو عايش كان تواصل مع أهله، وأي حد غايب سواء عايش أو ميت ما تجس عليه إلا الرحمة. لكن جبس مصر ما قفلش صفحته، ولكن بقى قليل الظهور جدا مش زي الأول، وأحيانا كتير بيظهر مع أم سليم على حسابها، ونشرت فيديوهات كتير معاه وهو منهار وبيعيط وهي واخده في حضنها وبتطبطب عليه وبتحاول تهديه وتقوله معلش ادعي لي بالرحمة، ولكن الناس مش سايباهم في حالهم خالص رغم ظهورهم كده. علشان كده عملت أم سليم فيديو تاني وقالت: الشدة بتبين المعادن، وأنا مش هسيب جبس ولا أهله في وقت زي ده، هفضل أدافع عنه وهفضل جنبه لآخر يوم في عمري، فوت أمري لله. انتوا ليه بتقولوا إن كل اللي بيحصل فيك؟ وهو عمل ليكوا إيه غير إنه ظهر وقال إن أخوه فارق الحياة؟ كل اللي عنده كلمة يخليها لنفسه، ده إحنا شاركنا معاكوا 3 دقايق، أمال لو شاركنا اليوم كله كنتوا هتعملوا إيه؟ جبس مش بيمثل ودي حالته وما يعلم بيها إلا ربنا، بدل ما تدعوله تقولوا ده بيعمل فيلم، خلوا في قلبكوا شوية رحمة، إحنا ما عملناش أي حاجة لده كله. جبس مصر وأهله بيمروا بظروف صعبة جدا وربنا أعلم بحالتهم، فربنا يصبرهم ويرجع جبس مصر زي زمان ويقدم محتواه اللي الجمهور متعود عليه.